السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم ان شاء الله درت لكم هاد لا فيديو، بغيت نوريكم هاد لا مارك ديال هاد لا ماشين لافي، شي حاجه زوينه اقتصاديه لا في الخدمه ولا في الثمن. دونك كيف ما كتشوفوا فيها جوج لي بوا، كاين 6 كيلو وكاين ديال 8 كيلو. المهم لا مارك راه شي حاجه زوينه وشي حاجه اللي تبارك الله عندها واحد السمعه زوينه عند الكليان وكتبع بزاف. دونك داكشي علاش بغيت ندير لكم هاد لا فيديو، نشرح لكم كيفاش كتخدم. الناس اللي ما عندهمش خبره عليها وما عندهمش معرفه عليها يعرفوها. دونك مرحبا، وفي الاخر لا فيديو غادي نعطيكم لي بري، واللي بغى شي حاجه مرحبا به، غادي نخلي لكم نيميرو تليفون في صندوق الوصف وفي العنوان، وحتى لادريس اللي بغى يجي مرحبا به اللي كان بعيد. حنا راه كنديروا لا ليفريزون في المغرب كامل، دونك مرحبا باي واحد. هنا غادي نوريكم اختيارات اللي فيها هنايا. دونك غادي نبدا باول حاجه، كاينين هذا شنو سميتو الغسيل المكتف. دونك شي حاجه موسخه بزاف كدير هاد لوبسيون هذا وكتغسل وكيخرجوا كيلمع. هنايا كاين غابيد، بغيتي شي حاجه دغيا تصبل لك. هنايا كاين تشلال والعصير، تشلال وتنشاف. دونك راه كنظن واضحه. هنايا كتبغي الا بغيتي تشلل شي حاجه وتعصرها، هنا كاين تنشاف بوحدو. دونك نتايا والاختيار ديالك اللي بغيتي ديرو في ماكينتك كديرو. هنايا يمكن لك انك تصبر غير الحوايج ديال القطن فقط، الا كانوا غير الحوايج ديال القطن غادي غدير هادي وغادي تصبرهم مزيان. كاينين هاد جوج تقريبا عندهم نفس الخدمه، هادو كيصلحوا للاستعمال اليومي. يعني دائما اي نوع ديال الملابس داخليه، الملابس العاديين، توب ديال الحرير، حرير، اي حاجه كطيح لك على بالك، هادو مزيانين استعمال يومي، اقتصاديين في الطاقه ديالهم وكيخرجوا الحوايج نقيين. دونك كاين هادي بالنسبه للملابس ديال الصوف ود الخيط، داكشي الغليظ اللي كتخاف انه يتشنتف كذا، هذا مهم. هادو كدير هاد لوبسيون هادي وكتصبن به باخر. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا كاين المارش والاغيط، هنا ملي كتشعل وهنا ملي كتطفى. هنايا كاين البوس والبلاي الا بغيتي تحبس شي حاجه، والا بغيتي زعما دير ليها بوس موراها تلقى. دونك هادي هنايا يمكن لك تزيد وتنقص من الفيتاس ديال السرعه ديال المحرك، وهنايا يمكن لك تزيد وتنقص من الدرجه ديال الحراره ديال الماء. دونك هادشي كنظن واضح كما كيف ما كتشوفوا. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. هنايا كيف ما كتشوفوا ديما البلاصه ديال التيل وداكشي صافي، وهذه حتى هي ديال 8 كيلو